لو مرحبا. مرحبا بك هيفا، مرحبا بك، كيف مستمعي ديوانا فهم؟ هدى مش هيفا، مرحبا يا هدى. يفضلك، مرحبا بك. نحكيو على التجربة، مش تجربة، تجربة حكينا عليها في بنقردان، نحكيو على احتجاجات، نحكيو على ما بعدناش برشا من بنقردان، احنا مروحين تعدين على بنين نلقاو الجمعة طرقات مسكرة، عجلات مطاطية تشعل في الكياس، احتجاجات وغضب في صفوف أهالي مدنين. علاش؟ شنو اللي صاير؟ كما تعرف هيفا هدى، كما تعرف الماء هو من ضروريات الحياة، وجاء في كل المعاهدات وكل الاتفاقيات الدولية، يعني ليش تذكروا اليوم بالماء حق من حقوق الإنسان. احنا زاد نراقب بكثير من القلق أهلنا في ولاية مدنين على تعبيرهم على احتجاجاتهم بطرق مختلفة. اليوم الإشكال الحقيقي اللي ربما ما ظهرش للتوانسة، ما ظهرش الجهات المعنية، يفرق شوية هدى على بقية الجهات. علاش يفرق شوية؟ لأنه في ولاية مدنين الماجن والفسقية فارغين، لأنه عندها 4 أو 5 سنوات من الجفاف، فمش مطر، الماء يقص الماء إفكتيف، ما يقص الماء 5 أو 6 أيام. يعني السؤال المطروح يجيب المواطن المحتوى المتيسرة أموره شوية، حتى مش حد ينجم يشري يعني. لكن المواطن المتوسط، واحنا زاد حتى طبقة المتوسطة اندثرت، السؤال المطروح كيف اليوم الماء في غزة موجود وفي طريق بنخداش وفي مدينة بصفة عامة مش موجود. احنا نواكبوا الاحتجاجات اللي قاعدة تصير في ولاية مدنين بكثير من القلق. اي شنو اللي صاير في مدنين؟ معناتها الماء يقص قداش يقعد؟ يعني نعرف مقصان الماء في عدة ولايات، معناها مختلف ولايات الجمهورية يقص عليهم الماء، فما شكون من 7 متاع الصباح للسبعة متاع العشاء، من 7 متاع العشاء لسبعة متاع الصباح، كل ولاية والخصوصية اللي قاعدة يتقص عليها الماء. مدنين شنو هي الوضعية متاع قصان الماء؟ يتقص لساعات لأيام؟ شنو هي الوضعية بالضبط؟ يعطيك الصحة هدى. بالطبيعة في بقية الأماكن الراقبة كمرصد التونسي لحقوق الإنسان نقص في المياه، وهذه عبارة موجودة يعني نجم نتفهمها شوي وقت اللي قص بعض الساعات اليومية، لكن وقت اللي قص الماء لمدة 6 أو 7 أيام الطريقة هذه ما نجموش نقبلوها برشا، ما نجموش نتفهمها، خاصة في بعض المناطق ما يقصش، بعض المناطق قص. أنا أعتقد هدى بأن العملية التقنية أكثر، يعني الإدارة معناه ما تفهمش توزيع عادل بين المناطق في عملية قطع الماء؟ لابد من التقنيين أنهم يشوفوا الحل، يعني الحل مش بيشمشي المواطن يشوف الحل، وإلا السياسي باش يهبط يعمل التوزيع. يعني الإدارة لابد أن تكون في مستوى هذه المرحلة الدقيقة. هذا أول اثنين، الثانية الاستراتيجية، يعني لابد أن نفهموا وقت اللي يصير تكاثر في عدد السكان، يعني قبل 4 أو 5 سنين وكنا نبهنا قبل 10 سنوات و8 سنوات المؤسسة المسؤولة عن المياه في عدة اجتماعات ثانية، نحن مقبلون على هذا الأمر، ولكن ما كانش التفاعل ربما في مستوى المسؤولية، أو ربما هم زاد عندهم تفسيرات أخرى احنا ما نجموش نجاوبه، ما نجموش نجاوبه في بقاطه. هذه الوضعية في ولاية مدنين، في انتظار أنه تكون محطة الزراد جاهزة لتحلية مياه البحر، وخلال أخبار تقول أنه آخر ديسمبر على قليلة تستفيد منها ولاية الجنوب الشرقي. ما نعرفش صديقتنا هدى، الكلمة هذه سمعناها برشا، وهي محطة جربة باش تحضر ومحطة الزراد باش تحضر. اليوم الإشكال الحقيقي في مناطق سياحية الماء يتدفق بقوة، ونحن لسنا ضد المناطق السياحية، ومرحبا بكل السياحة عندنا مرحبا بهم، لكن مش هكا تدار الأمور، ما نعتقدش إنه الطريقة اللي يتوزع بها الماء عادل، ولا بد زاد الإدارة أن تعي بدقة المرحلة وأن تجلس على طاولة وتشوف حل. مش معقول إنه الماء يبقى 7 أيام مواطن عنده فسقية ما فيها حتى رشفة نتاع ماء يتسبالها 7 أيام. تصور الطرف الموجود يقول لك غزة تحت الحرب فيها الماء، مدنين ما فيهاش الماء، يعني مش معقول. واحنا جايين
أنا غنية جدا 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 يعني ولاية مدنون بالمياه، لابد أن نفكر شوية يعني في حل، ومعناه ما تماش إشكال كبير ياسر إنه مش اللي وزوله على حل يعني ما تماش المشكل كبير يعني ما موجود، فقط بعض الجدية في التعامل مع هذه المواضيع ونعرف حق توزيع عادل معناتها للماء يعني حتى مؤسسة تربوية مؤسسة جامعية وهناك حتى جمعيات معناها معناه ما نعتقدش إنه الموضوع حاليا معناه بالبساطة هذه إنه يقع يجي الإشكال كثير المستثمرات يجي الإشكال يجي المستثمرات وين ماشيين. أنا حقيقة السؤال هذا ما نجمش نجاوب عليه ماشي. واضح، شكرا لخالد الجامعي على مرصد الجامعي لحق الإنسان، شكرا لفضلك على كل التوضيحات اللي قدمتها بخصوص الجمعة الاحتجاجات غلق الطرقات شعل عجلات المطاطية في ولاية مدلين بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب لأيام. سي حسين السيالة يتواصل معنا في نفس الموضوع على قطع الماء، يقول احنا في سوسة منظمين من ربيع للجمعة الماء يقص من 5 نتاع العشية لستة نتاع الصباح، يرحم والديهم راهو النظام في القصان به الحق الحقيقة، مع المواطن يعرف روحه وقتاش عنده ماء وقتاش ما عندوش باش ياخذ الاحتياطات نتاعو. احنا موصلين معكم لقانا، مرحبا بكم، باش نحكيو شويه اقتصاد، نحكيو على وكاله فيتش للتصنيف السيادي اللي تحضر من تواصل التعويل على اقتراض الدوله التونسيه من البنوك. نحكيو في هذا الموضوع مع معز حديدين الخبير الاقتصادي. سي معز مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مساء النور، مرحبا بكم، شكرا. شكرا لفضلك. تعويل الدولة التونسية برشا مرات، تونس دولة